يدرونا حليب وحليب يبون. يا الله وين الاقي الحليب الحين؟ يا هاي محلي ولا لا؟ والله شكلك محتار وتدور رخيص. ما بس ما تشوف انه في فرق؟ في فرق، انت اخذ الافضل مالك شغل. ليش تفرق وايد؟ تعال معي. بلدنا البقر هني ياكل ونحلب البقر هني ونعالجه هني ونعبيه هني. اما غيرنا منتجاتهم بودره وغير طازجه، الشحن، التعبئة، التخزين ما ندري عنه للأمانة. استيراد البودرة يحتاج وقت على ما توصل لك. الله يعينك، انطر عاد. من صدقك تسألني شنو الفرق؟ أظن عرفت الحين شنو الفرق. أكيد ما يحتاج، 100%. عطني هاي، خذ هاي.